بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في غزوة تبوك. فصل في غزوة تبوك. غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، في رجب، وكانت من آخر الغزوات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن الروم جمعوا جيوشا كثيرة في الشام، وأنهم يريدون التوجه إلى المدينة للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فهم صلى الله عليه وسلم وعزم على أن يباغتهم ويذهب إليهم، وبهذا يظهر قوة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته، وأنه لا يهتم ولا يضيق به ذرعا الجيش وإن كثر وعظم، فهو عليه الصلاة والسلام الشجاع أشجع الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. فلما علم الروم بتوجهه صلى الله عليه وسلم هربوا وتفرقوا، وقالوا: هذا أكيد أن عنده قوة، وأنه ما جاءنا إلا وهو يرى أنه أقوى منا. وهذا من سياسته صلى الله عليه وسلم الحربية، سياسة حربية مثبتة محنكة جيدة قوية عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا تفصيل هذه الغزوة، ففيها براهين ساطعة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته، وأنه يسير بأمر الله تبارك وتعالى. وتميز بها المؤمن من المنافق، ظهر المنافقون في هذه الغزوة بوضوح وبيان كما سيأتينا، وقد امتحن بها المسلمون امتحانا شديدا، فكانت في وقت الحر الشديد، وقت طيب الثمار، وقت الحاجة والجوع والمشقة، فهو جيش عظيم ما يكون له قوام لولا أن الروم أكثر وأكثر. نعم. فصل في غزوة تبوك. وكانت في شهر رجب سنة تسع. قال ابن إسحاق: وكانت في زمن عسرة من الناس. زمن عسرة لأنه ما يوجد عند الناس نقود ولا دراهم، وإنما يجاهدون بأبدانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وتبرع بعض الصحابة رضي الله عنهم بجل ما يملك، وقد تبرع عثمان رضي الله عنه بمئة من الإبل، ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على التبرع، فما فتبرع بمئة ثانية، ثم حث عليه الصلاة والسلام على التبرع للجهاد في سبيل الله، فتبرع بمئة ثالثة، مع ما جاء به من الدراهم والدنانير عليه الرضوان من الله. نعم. وجدب من البلاد،
وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم. من عسرة من الخلق، يعني الخلق ما عندهم مؤونة، وجدب من الأرض تأخرت الأمطار فالأرض مجدبة. نعم. والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون شخوصهم على تلك الحال. حين طاب المقام في الثمار والظلال، يعني أن الحر شديد، الحر شديد، وقت ينعي الثمار وسوتها واستوائها، فالناس في حاجة إلى المقام في المدينة. والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون شخصهم على تلك الحال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها وورى بغيرها، إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة الزمان. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتوجه إلى غزوة ورى بغيرها حتى يفاجئ العدو مفاجأة ولا تتسرب الأخبار، فكان إذا أراد أن يتوجه إلى جهة البحر ورى بأنه يتوجه إلى جهة نجد، وإذا أراد أن يتوجه إلى جهة نجد ورى بأنه سيتوجه إلى جهة الحجاز، لئلا يعلم من يلتقط الأخبار من المدينة وصلها للأعداء، فيأمن الأعداء في مكانهم بأنه سيتوجه إلى غيرهم. إلا غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام، فإنه بينها للناس حتى لا يستعد، حتى يستعدوا بما يستطيعونه من الجهاد والمال والطعام وغير ذلك، لأن الناس في حاجة ماسة ولا يستطيع أحد منهم أن يسير بدون مال. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أحد بني سلمة: يا جد، هل لك العام في جلاد بن الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر. فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم محيطة بالكافرين. هذا الجد بن قيس هذا من المنافقين، من في قلبه النفاق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لك، أليس لك رغبة في قتال بني الأصفر في الروم؟ ألا تستطيع أن تقاتل الروم؟ قال: يا رسول الله، لقد علم قومي أنه ما في أحد أشد عجبا ومحبة للنساء مني، وإني خشيت أن إذا رأيت بنات الروم أن أعثوا بهن بالفساد، فأعفني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفيتك وعذرتك، لأنه منافق. فأنزل الله فيه جل وعلا: ومنهم من يقول إذن لي، من المنافقين من يقول إذن لي ولا تفتني، لا تختبرني، لا تلقي علي الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا، هم سقط في الفتنة والعياذ بالله امتناعه من الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبه الإذن منه. قال: أذنت لك، يعني وسيغنين الله عنك وعن جهادك. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. فأنزل الله فيهم وقالوا: لا تنفروا في الحر.
ثم إن قال بعض المنافقين لبعض الوقت ما وقت جهاد ولا وقت قتال، حر شديد ومسافة بعيدة، اتركوه واجلسوا في مدينتكم. فأنزل الله جل وعلا: ومنهم من يقول لا يقول لقوم لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. نعم. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، فأنزل الله فيهم وقالوا لا تنفروا في الحر. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. قلت: إنه غني رضي الله عنه ونفسه سخية، وبذل في سبيل الله، أعطى 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها وما تحتاج إليه، فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفقة في سبيل الله، فقال: يا رسول الله علي 100 ثانية. ثم حث صلى الله عليه وسلم على النفقة في سبيل الله، فقال عثمان: علي 100 ثالثة، 300 من الإبل بما جهازها وأدواتها يركب عليها المجاهدون في سبيل الله، مع ما جاء به من ذهب كثير عجزت يده عن حمله رضي الله عنه، فكان يتهلهل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقمر مسرورا بهذه النفقة في سبيل الله، لأنها ستحمل كثيرا من المجاهدين في سبيل الله الذين لا مال عندهم. وقال رضي عليه الصلاة والسلام لعثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني مهما فعل من المعاصي أو مما يسخط الله فالله جل وعلا سيرضى عنه لهذه النفقة العظيمة في سبيل الله. قلت: كانت 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها وألف دينار عينا. وذكر ابن سعد قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، وأن هرقلا قد رزق وألف دينار. ما ذكرته. قلت: وكانت 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها وألف دينار عينا. ألف دينار ذهب رضي الله عنه. وذكر ابن سعد قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة، وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان، وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء، وجاء البكاؤون وهم 7 يستحملون رسول الله. من قبائل العرب المذعنين للروم، لأن الروم في تخومهم وعندهم حولهم من قبائل العرب المذعنة لهم المؤتمرة بأمرهم، لخم وجذام وعاملة وغسان، وقدموا مقدمات من البلقاء. البلقاء في طرف الشام من جهة المدينة. نعم. وذكر ابن سعد قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة، وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان. رزق أصحابه يعني أعطاهم مال كثير ليقاتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان، وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء،
وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، وهم سالم بن عمير. هؤلاء البكاؤون رضي الله عنهم مخلصون لله ولرسوله ويحبون الجهاد في سبيل الله، ولكن ليس عندهم رواحل يركبون عليها، وليس معهم عدة ولا استعداد، ولا يملكون شيء، فقراء رضي الله عنهم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نريد السفر معك لكن ليس عندنا شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس عندي ما أحملكم عليه، وأنتم ما عندكم شيء، فأنتم معذورون. فذهبوا يبكون حيث لم يجدوا نفقة، ولم يستعد النبي صلى الله عليه وسلم لحملهم. وسموا البكاؤون. فتولوا وأعينهم، ذهبوا عادوا إلى مكانهم، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نعم. وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، وهم سالم بن عمير وعلبه بن زيد وأبو ليلى المازني وعمرو بن عنمة وسلامة بن صخر والعرباض بن سارية رضي الله عنهم. نعم. وفي بعض الروايات: وعبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار، وبعضهم يقول: البكاؤون بنو مقرن السبعة، بنو مقرن السبعة، وهم مزينة وابن إسحاق، يعد فيهم عمرو بن الحمام ابن الجموح. وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فوافاه غضبانا فقال: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. ثم أتاه إبل فأرسل إليهم ثم قال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، هو رئيس الجماعة اليمنيين الذين في المدينة، والذي أتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يمشون بدبرته وأمره. فأرسلهم أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الحملان، يطلبون الحملة إلى الجهاد ليخرجوا معه. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله لا أجد ما أحملكم عليه ولا نحملكم، ما عندي شيء. حلف لهم. ثم جاء الله بالخير والإبل، فأرسل إليهم إبلا تحملهم. فقال بعضهم لبعض: لعل الرسول صلى الله عليه وسلم نسي أنه حلف يمين، ونحن أثمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن حملنا بعدما حلف ألا يحملنا. فقال أبو موسى رضي الله عنه: أنا أكفيكم ذلك. فذهب أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليمنيين طلبوا منك الحملان فاعتذرت وحلفت ألا تحملهم ثم حملتهم، فخشوا أنك نسيت يمينك التي حلفت. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا حملتهم، وإنما حملهم الله، والذي جاء بالخير فحملتهم عليه، وإني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى لو حلفت ألا أحملكم ثم أردت حملكم فلا مانع من ذلك شرعا،
وذلك أني أكفر عن اليمين التي حلفتها. والأيمان أيها الإخوة ثلاثة أنواع، الأيمان ثلاثة أنواع: نوع لغو اليمين لا حرج فيه، الثانية اليمين المكفرة، الثالثة اليمين الغموس. ثلاثة أيمان، واحد منها يعتبر لغو اليمين لا حرج فيه ولا إثم ولا كفارة، كان تقول تذهب معي إلى البيت فيقول لا والله ما أستطيع الآن أنا على موعد وكذا وكذا، ثم تلح عليه ثم يذهب معك لأنه قال لك أول لا والله ما أستطيع ثم استطاع، هذا لا حرج عليه في هذه اليمين لأن هذه تعتبر لغو اليمين ليس حلفا مؤكدا. يقول المسلم لا والله وبلا والله، هذا لغو اليمين ليس فيها كفارة ولا يلزم فيها الكفارة ولا يلزم فيها الإثم وليس فيها إثم والحمد لله، هذه تعتبر لغو اليمين لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الثانية اليمين التي تدخلها الكفارة، كان يحلف على شيء مستقبل يقول لا والله ما أعطيك، والله لا أضربن زيد، والله لا أدخل دار عمرو، والله لا أكلم أحدا منكم ونحو ذلك من الأيمان، هذه تدخلها الكفارة، وحلف يمين مؤكدة صحيحة لكن على شيء مستقبل، فتيسر له خلاف ذلك أو رأى أن الأفضل غير هذا فدخل دار زيد وكفر عن يمينه، أو كلم عمرا وكفر عن يمينه، أو أعطى زيدا وكفر عن يمينه، أو حلف ألا يدخل دار محمد فدخل دار محمد وكفر عن يمينه، أو حلفت المرأة ألا تدخل دار بنتها فدخلت دار بنتها وكفرت عن يمينه، أو حلف الرجل ألا يدخل دار ولده غضبانا عليه ثم دخلها فعليه الكفارة ولا إثم في هذا والحمد لله. وهي هذه اليمين التي حلفها النبي صلى الله عليه وسلم لليمانيين، قال لهم والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، حلف يمين ألا يحملهم لأنه لا يرى عنده ما يكفيهم للحمل، ثم رزقه الله جل وعلا المال والإبل فجاءت فحملهم وأرسل إليهم بالحملان، فتلاوموا لما جاءتهم الإبل من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا أثمتم النبي صلى الله عليه وسلم ألححتم عليه فحملكم وهو حلف ألا يحملكم، فكفاهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال، فقال ما أنا حملتهم إنما الله هو الذي حملهم، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بحكم شرعي يستمر إلى يوم القيامة، فقال إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني ما تمنعني يميني عن إتيان الخير وما أرى أنه أحسن من اللجاج في اليمين. هذه اليمين المكفرة التي تدخلها الكفارة وليست كفرا لا، وإنما هي تدخلها الكفارة. اليمين الثالثة اليمين الغموس، الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، الذي يحلف على يمين يعرف أنه كاذب فيها
وإنما يقتطع بها مال امرئ مسلم. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو كاذب لقي الله جل وعلا وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان قضيبا من أراك. عود سواك حلف عليه أنه لي وليس له، ويعلم أنه ليس له. عليه دينار لزيد أو درهم لزيد، فقال: أعطني حقي. قال: أبد ما عندي لك شيء. أنكر. قال ابن حلال: أعطني حقي. قال: والله ما عندي لك شيء. فذهب وإياه إلى القاضي، فقال له القاضي للمدعي: عليك البينة، عندك أحد يشهد؟ قال: لا والله ما عندي أحد يشهد، أنا وثقت بهذا الرجل، أعطيته سلفته ولا عندي أحد يشهد. قال: لك يمينه. فقال الآخر: تحلف؟ قال: نعم أحلف. فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتعظ ولم ينزجر، فحلف: والله ليس عندي لزيد شيء أبد، لا درهم ولا ريال ولا شيء من هذا. فهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، ماذا يعلم أن عنده لزيد لكنه حلف ليبرئ ذمته من هذا الحق، لأنه يعرف أنه ليس لدى زيد شهود، ولو كان عنده شهود لشاهدوا وحكم النبي صلى الله عليه وسلم على المدعى عليه بهذا الدين، لكنه ليس لدى زيد شهود، فحلف هذا يمينا يقتطع بها مال هذا الرجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى الله وهو عليه غضبان. فمثلا الأيمان التي عند المحاكم عند القضاة هذه هي اليمين الغموس، إذا كانت كاذبة، إذا كان يعرف أنه كاذب في حقيقة الأمر لكن ليبرئ ذمته. وأما اليمين الصادقة فلا تضير الرجل، كان يكون الرجل ما عليه شيء ولا عنده شيء وليس عليه شيء لزيد، فحلف: والله ما عندي لزيد شيء أبدا، وهو يجزم أنه صادق، فهذه لا تضير صاحبها. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويشير إلى العصا رضي الله عنه. يقول: اليمين إذا كانت صادقة ما تضر صاحبها، لكن التي تضره هي اليمين الكاذبة. وإذا تورع وترك اليمين ولم يحلف، لو أنه يعلم أنه ليس عنده لشيء زيد شيء لكنه مات ما حلف فأعطى الحق الذي عليه، فهذا وقاية ليمينه خير له. يقول عثمان رضي الله عنه لما توجهت إليه اليمين قال له القاضي، واحد من الصحابة رضي الله عنه مختلفه عثمان على شيء وادعاه على عثمان رضي الله عنه، فقال له: عندك بينة؟ قال: لا ما عندي بينة. قال: تحلف يا عثمان؟ قال: ما أحلف. قال: ولما؟ قال: أخشى أن يصادف قضاء فيقال بيمين عثمان. إلا كم يدعي علي؟ قال: يدعي عليك بكذا وكذا. قال: هذه هي، أعطها إياه. فأعطاها رضي الله عنه ولم يحلف ابتداء ليمينه. ابتداء اليمين حزن، لكن لو كان عنده، إذا كان عنده شك ابتدى يمينه وذلك حسن، أما إذا لم يكن عنده شيء لهذا فلا حرج عليه أن يحلف وتبرأ ذمته. فقيل لعثمان رضي الله عنه: ألا تحلف؟ لما لا تحلف وأنت تعلم أنه ليس عندك له شيء؟ قال: لا، أخشى أن يصادف قضاء وقدرا شيء مقدر فيصيبني فيقال بيمين عثمان، يتهمني الناس أني كاذب في يميني رضي الله عنه وأرضاه.
فهذه الأيمان الثلاثة أيها الإخوة يمين لغو ما له إثم ولا شيء، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يمين مكفرة تدخلها الكفارة وهي اليمين على الشيء المستقبل، يمين على شيء مضى ويعلم كذب نفسه، هذه اليمين الغموس التي تغمز صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. فلنحذر اليمين الغموس، فلنحذر اليمين الغموس، ولنأتي بكفارة اليمين إذا كان لا ضرر فيها، وأن ترك اليمين وانتهاؤها خير لنا من الاستمرار باليمين. إذا قال والله لا أدخل دار زيد نقول أنت بالخيار، إن شئت أن لا تدخل ولا تدخل، هذا من حقك، وإن شئت أن تدخل فهو خير لك وكفر عن يمينك. هذا الذي حلف النبي صلى الله عليه وسلم على شيء مستقبل قابل لأن يدفعه وقابل أن يمنعه. وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله أبا موسى أبا منصوب وراه منصوب هو المرسل، أصحابه أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل أبا موسى أصحابه، ولا تقرأونه وأرسل أبو موسى، لأن أبو موسى ليس هو المرسل وإنما هو المرسل. وأرسل أبا موسى أصحابه، قالوا أنت لك وجاه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب لنا الحملان عشان نخرج معه للجهاد في سبيل الله. وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فوافاه غضبانا فقال والله موسى رضي الله عنه كان من أمراء الصحابة رضي الله عنهم ومن علمائهم ومن المفتين فيهم ومن القراء رضي الله عنه وأرضاه، كان من السابقين إلى الإسلام من أهل اليمن، وأتى بهم مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج جماعة من اليمن يريدون المدينة، ألقتهم السفينة بالحبشة بعيد، يريدون المدينة لكن ما طاوعهم الهوى، ما يناسبونك الوقت إلا على الهوى، حسب يسيرون حسب ما يسيرهم الهوى والريح، فألقتهم بالحبشة، فوجد أبا موسى وجد أبو موسى جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه معه فقراء المسلمين جاءوا إلى الحبشة ليأووا إليها وليظهروا دينه بالحبشة، فتخاوى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي موسى وجماعته وتوجهوا إلى المدينة، توجهوا إلى مكة ومن مكة ذهبوا للمدينة. وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فوافاه غضبانا فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه، ثم أتاه إبل فأرسل إليهم ثم قال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فيحسن بالمسلم إذا حلف على شيء مستقبل ورأى أن يرجع عن يمينه، ما يتمنعه اليمين عن الرجوع، يرجع ويكفر عن يمينه، هذه اليمين المكفرة التي تدخلها الكفارة. فصل. وقام علبة ابن زيد فصلى من الليل وبكى وقال اللهم إنك قد واحد من البكائين رضي الله عنهم وأرضاهم، واحد من البكائين لما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحمله ما وجد عنده شيء،
فذهب يصلي من الليل ثم جار قال ما قال رضي الله عنه. نعم. وقام علبة. فقام علبة بن زيد فصلى من الليل وبكى وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ثم أصبح مع الناس فقال الله عنه. هذا لما رده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما عندي شيء أحملك عليه فرجع رضي الله عنه إلى بيته وقام يصلي من الليل فقال اللهم إنك أمرت بالجهاد مع رسولك وإنك لم تجعل في يدي مالا أتقوى به وأجاهد به ولم تجعل عند رسولك ما يكفيني اللهم إني أتصدق على كل مسلم بما له لي عليه من عرض ما نالني منه من عرض أو مال أو يدا يعني الضرب اللي ضربني مسلم بغير حق أو أنا مسوا عرضي بشيء أو أخذوا من مالي شيء أو ضربوني بشيء ما أنا فأنا أتصدق به على كل مسلم ما أطالب المسلمين بقيمة ذلك أتصدق بهذا على كل مسلم. ثم ذهب في الصباح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة فلم يقم إليه أحد ثم قال أين المتصدق فلم يقم فقام إليه فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. الله أكبر. جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم البشارة لهذا الرجل رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما صلى الفجر قال أين المتصدق هذه الليلة ما قام أحد ما أحد تصدق. فقال ثاني أين المتصدق هذه الليلة ما قام أحد إلا أن هذا الرجل قال يمكننا يمكن يقصد للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا الواقع سنه أنا فأنا هذا الواقع. قال أبشر أنت المقصود وأبشر بأن الله تقبل صدقتك بالزكاة المقبولة. الله أكبر. الله مطلع على كل شيء. أبشر هو الذي نفس محمد بيده. من هو الذي نفس محمد بيده؟ والله جل وعلا. لقد كتبت في الزكاة المتقبلة هذه صدقتك صدقت على من أصابك في عرض أو ظلمك في عرض أو مال أو بدن. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم. قال ابن سعد وهم 82 رجلا وكان عبد الله بن أبي سلول قد عسكر ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين فكان يقال ليس عسكر بل أقل العسكرين. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وقال ابن هشام سباع بن عرفطة والأول أثبت. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء المعذرون من الأعراب من المنافقين هؤلاء قالوا يا رسول الله عذرنا فلم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أنه ليس لهم عذر فلم يعذرهم وتخلفوا وكانوا 82 وكان عبد الله بن أبي بن سلول عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس المنافقين والعياذ بالله وابنه عبد الله ابن عبد الله ابن سلول هذا من المخلصين الموحدين رضي الله عنه الابن مخلص موحد
سلفي طيب، والأب منافق كبير المنافقين والعياذ بالله. وجاء الابن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد يقال إنك تريد قتل أبي، فمرني أنا بقتله والله لا أحضرن لك رأسه الآن. فقال: أوتحب ذلك؟ قال: والله لا أحب هذا يا رسول الله، وقد علم الأنصار أنه ليس فيهم أحد أبر من بأبيه مني بأبي، يعني أنا بار بأبي، لكن خشيت يا رسول الله أن تأمر أحد الصحابة رضي الله عنهم بقتل أبي، فلا تقر نفسي أن أترك قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله، فأكون قتلت مؤمنا بمنافق الذي هو أبي، فمرني. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دعا له ووفق بالتوفيق والسداد، وقال له: بل نستأني به لعل الله أن يهديه، لعل الله أن يصلح حاله، فمات منافقا والعياذ بالله. عبد الله بن أبي بن سلول. وأما الابن فاسمه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عن الابن. وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين، فكان يقال ليس عسكره بأقل العسكرين، واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري، وقال ابن هشام: سباع بن عرفطة هو الأول أثبت. وقال ابن هشام: سباع بن عرفطة هو الأول أثبت. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه، وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر، ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر. تخلف خمسة من المؤمنين الأخيار رضي الله عنهم، هؤلاء الخمسة من الأنصار رضي الله عنهم: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر، ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر رضي الله عنهما. وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس، والخيل 10,000 فرس، وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة، وهرقل يومئذ بحمص أي بالشام. لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين واليهود، كانوا يتجهزوا بيخرجون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فتخلف عبد الله بن أبي ومن معه من اليهود والمنافقين، لأن المنافقين يوالون اليهود موالاة شديدة ومشفقة، فتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخلف خمسة آخرون من المؤمنين الموحدين الصادقين في إيمانهم، لكنهم تخلفوا. لما تخلفوا سيأتينا بيان حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه، وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيعة وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر، ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر. وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس والخيل، يعني كان أكبر جيش ساقه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج به للجهاد في سبيل الله، لأن الروم عندهم مئات الآلاف، مئات، وهؤلاء 30,000، والخيل معهم 10,000 فرس. نعم. وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس والخيل 10,000
10,000 فرس وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة وهي رقل يومئذ بحمص. كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام لأنه مسافر ولا يدري متى يرجع، أقام 20 ليلة لا يدري متى يرجع في كل هذه الأيام والليالي، فمن سافر لا يدري متى يرجع فعليه فله أن يقصر، ومن أقام 20 يوما أو أقل أو أكثر وهو يعلم أنه سيقيم كذا فلا يجوز له القصر ولا الجمع، لأنه يعلم أنه يقيم أكثر من 4 أيام على ما قرره الفقهاء رحمهم الله. قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج خلف علي بن أبي طالب على أهله فأرجف به المنافقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ابق أنت بالمدينة، ليس أميرا على المدينة، الأمير غيره، الأمير محمد بن أسلم رضي الله عنه، لكن علي باقي يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وأهل علي، يعني هو الخليفة الذي خلفه على أهل يرعى شؤونهم ويفطن لهم وهكذا. فأرجف به المنافقون، قالوا الرسول ما خلف علي إلا استثقالا له، ما يريد منه أن يخاويه للجهاد في سبيل الله، ما يبيه، يبغضه. المنافقون ما تركوا أحدا فيه خير إلا وتعرضوه. قال ابن إسحاق ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج خلف علي بن أبي طالب على أهله فأرجف به المنافقون وقالوا ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه، فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، فقال يا نبي الله زعم الجرف على 3 أميال من المدينة، الجرف مكان الجامعة الإسلامية أول ما فتحت في الجرف، يعني قريب من المدينة جدا، 4 كيلو أو 5 كيلو عن المسجد النبوي، قبل أن يذهب عليه الصلاة والسلام إلى تبوك. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، فقال يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني، فقال كذبوا، ولكني خلفتك لما تركتك ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي إلى المدينة. طاب خاطر علي رضي الله عنه وأقام بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الغلو في علي قال أنت خليفتي مثل هارون لما خلفه موسى لما ذهب إلى مناجاة ربه في الطور، فعند ذلك استدرك، قال عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا نبي بعدي، أنت لست بنبي وإنما خليفتي فقط عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي إلى المدينة. هذا وسيأتي الكلام على بقية الغزوة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل أين تقع الروم في جزيرة العرب؟ يقعون في الشام، الروم في الشام، والفرس عند مكان شرق بلاد إيران وما حولها. أكبر الجيوش، أكبر أعداء الإسلام في ذلك الوقت الفرس والروم،
الروم هم يدينون بالإنجيل يدينون بدينهم النصرانية، والفرس مشركون. يقول السائل: رجل سب الدين فحلفت أن أشتكيه إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاعتذر فكفرت عن يميني، فماذا تسمى هذه اليمين؟ هذه اليمين سمى اليمين التي تدخلها الكفارة، ما دام أنه اعتذر وتاب إلى الله جل وعلا وتركت شكواه فأنت عليك كفارة اليمين. يقول السائل: هناك من يقرأ القرآن في الصلاة بقلبه دون أن يحرك شفتيه وجميع الأذكار، فما حكمه؟ لا يصح ذلك أيها الإخوة، بل لا بد أن يقرأ تخرج الحروف من شفتيه، لا بد أن يخرج الحروف وإن أسر بها فلا بأس، لكن لا بد أن يتكلم، لا يقرأ بقلبه دون لسانه. يقول السائل: إذا كرر المسلم قول سبحان الله وبحمده 200 مرة فهل يحصل له الأجر مرتين؟ الله جل وعلا يثيب الذاكرين، ولا يضيع لك شيء عند الله، فإذا ذكرت ذلك 100 مرة غفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر، فإذا كررت الذكر أكثر من مرة فلك بكل مرة ذلك ما وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أنا طفت بالبيت 7 أشواط ثم زدت 7 أشواط أخرى قبل أن أصلي ركعتي الطواف، وبعد أن أتممت 7 الأخرى صليت 2 فقط، فهل أصبت أم يلزمني 2 لكل 7 أشواط؟ لا بأس عليك، ولو صليت 2 للـ7 الأولى وصليت 2 أخريين للـ7 الثانية لكان أحسن لك، لأنه يستحب أن تصلي لكل طواف 2. يقول السائل: هل يجوز أن يبحث المسلم عن أزواج لبناته مع الدعاء لهن؟ نعم يا أخي، هذا أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما تأيمت حفصة بنت عمر فقدت زوجها رضي الله عنها، بحث النبي بعث عمر رضي الله عنه لبنته زوجا صالحا، فذكر آل عثمان قال: إن رغبت أن أزوجك حفصة، فسكت عثمان وقال: بدا لي ألا أتزوج، ثم ذكرها لأبي بكر فقال: إن رغبت زوجتك بنتي حفصة، فسكت أبو بكر رضي الله عنه ولم يجب عمر بشيء، فوجد في نفسه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيهما، فقال: يا رسول الله، عرضت بنتي حفصة على عثمان، فسكت، ثم إنه قال لي: بدا لي ألا أتزوج، ثم ذكرتها لأبي بكر فسكت ولم يجبني بشيء، ولما لم يجبني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طمأن عمر بأنه سيتزوج عثمان من هي خير من حفصة، ويتزوج حفصة من هو خير لك من عثمان، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام. فجاء الرجلان يعتذران من عمر رضي الله عنهما، فقال أبو بكر: لعلك وجدت في نفسك علي لما لم أجبك، قال: نعم، ولما لا أجد في نفسي عليك شيء، أعرض عليك ابنتي وتسكت، لما؟ فقال: ما سكت إلا أني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ويريدها، فما يسوغ لي أن أقول لك انتظر سيخطبها النبي، هذا إفشاء لسر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها،
وكذلك عثمان رضي الله عنه، لأنهم استحيوا أن يقولوا له لا تستعجل على حفصة تخطبها النبي صلى الله عليه وسلم منك، فيكون في هذا إفشاء لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسغ لواحد منهم أن يقبلها، وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذا سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه أحد سادات التابعين، يخطب ابنته ولي عهد المؤمنين فيرفضه ثم يزوجها لطالب علم فقير رغبة في عرضها على هذا الطالب فقبلها فزوجها إياه ليحفظ دينها ومروءتها، ودينها خير لها من ولي العهد الذي قد يضيع بيته. هكذا كان خيار الناس يخطبون لبناتهم، ولا ضرر في هذا. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.